مشاهدينا الكرام، اهلا بكم وحلقه جديده من الحريه مسؤوليه. كل سنه ورجال الشرطه بكل خير. 68 عام مروا على اعياد الشرطه، ذكرى التصدي اللي حدث بقياده فؤاد باشا سراج الدين العلم المصري الكبير ووزير الداخليه في ذلك الوقت. تزامنا مع هذا الامر، حدث النهارده حدث اكاد يكون مهم جدا، وهو تدشين المجلس القومي لشؤون القبائل والعائلات المصريه. الحقيقة القصة مش في تدشين فقط، القصة ان مصر فعلا استعادت للأمن والأمان. الحقيقة احنا شفنا النهاردة 250 ألف شخص كانوا داخل استاد القاهرة، 250 ألف شخص، تنظيم داخلي 100%. ما كانش فيه أحد رجال الشرطة ولا أحد المنظمين، يعني ما كانش فيه أي نقدر نقول أعمال شغب أو أي حاجة، الحمد لله مرت بسلام. بس كان فيه إن دل على شيء يدل على أن في ذكرى احتفالات اعياد الشرطه، اكدت الشرطه وضرب الشعب المصري النهارده 250 الف فرد في استاد القاهره دون منظم واحد من الشرطه. ان دل على شيء يدل على الامن والامان، وان احنا فعلا عايزين نرجع بمصرنا الحبيبه لانه امانها مره تانية. خلونا هيكون ضيفنا اللي هيتحدث معانا في الفقره دي ان شاء الله، هو ضيفنا في الفقره الاولى سياده المستشار محمد مبارك الرشيدي، احد مؤسسي المجلس القومي لشؤون القبائل والعائلات المصريه، اللي هنفهم منه اكتر عن هذا الحدث. اهلا بحضرتك يا معالي المستشار. اهلا بحضرتك، اهلا بحضرتك. الحقيقه قبل ما ابدا مع معالي المستشار، خلوني ابدا مع ضيوفي الدائمين في الحريه المسؤوليه، المهندس طارق عبده احد رجال السياسه حاليا بالدقهليه، والمستشار هلال الشيخ امين مساعد حزب الحريه المصري بالدقهليه. اسمحوا لي قبل ما ابدا حضراتكم ابدا حديثي مع المهندس طارق عبده. مهندس طارق، في الفترة الأخيرة يمكن في الأيام اللي فاتت شفنا حدث، كنت دايما بعرف حضرتك في الحلقات اللي فاتت والحلقات السابقة إن حضرتك أمين حزب الحرية المصري في الدقهلية. النهاردة حضرتك غيرت التايتل خالص لأحد رجال السياسة بالدقهلية، وفي حالة من اللغط على السوشيال ميديا شايفينها في الفترة اللي فاتت في الأيام السابقة حول اعتذار حضرتك عن منصبك، يا ترى إيه الأسباب حول ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بك الأول يا السيد، أهلا بمعالي المستشار. أهلا بك. والله يا سيد، أنا تعمدت آجي الحلقة دي بالذات علشان أمنع اللغط، وإحنا أساسا بنواجه وكنا بصدد إن إحنا نعمل حلقة خاصة بالحرب ضد الشائعات. صحيح. وأنا من ساعة ما نزلت البوست ده، ومش عايز أقول لك كم الشائعات اللي ظهرت واتقالت بخصوص استقالتي أو اعتذاري عن منصبي في كأمين عام الحزب في الدقهلية. فأنا حبيت أجي الحلقة دي علشان أوضح اللغط أو أمنع أي شائعات أو أي كلام ممكن يتقال بخصوص هذا الموضوع. أولا قبل ما أتكلم عن أسباب، حابب أقول أن حزب الحرية المصري هو محل ميلادي، يعني أي واحد في الدنيا ممكن يغير محطات حياته، ممكن يسافر، ممكن يجي يروح، يسافر بره مصر حتى، لكن بيظل محل ميلاده ثابت ما يتغيرش. أنا محل ميلادي السياسي هو حزب الحرية المصري، وعلى يد دكتور أنا بعتبره هو اللي اتعلمت منه جزء من السياسة، هو الدكتور صلاح حسب الله، أستاذي ومعلمي، وأنا بفتخر أن أنا لما بدأت السياسة بدأتها مع هذا الرجل الوطني المخلص. واضح حب حضرتك لحزب الحرية المصري، ولكن لماذا الاعتذار؟ طبعا ده مش حب، ده عشق. حزب الحرية المصري كان له دور مؤثر في حياتي، ويمكن يكون هو اللي حببني في العمل السياسي والعمل الخدمي مع الناس. وفي وسط مش بس الدكتور صلاح حسب الله، احنا يعني اتعرفت من خلال الحزب بكوادر وقامات كتيرة، استفدت منهم وتعلمت منهم، وبشكرهم على الفترة الماضية اللي وقفوا جنبه فيها. وطبعا بشكر الدكتور صلاح على ثقته الغالية اللي منحها لي، بداية من اني اكون امين مركز السنبلاون وبعد كده امين محافظة الدقهلية. لكن سمعت ان مثلا من ضمن الشائعات اللي اتقالت ان انا انضغط عليا مثلا بطريقه او باخرى ان انا اسيب الحزب علشان
حاجات ضغوط سياسيه تقصد؟ يعني ايا كانت الضغوط، يعني انضغط عليا بشكل ما عشان اسيب الحزب. انا بقول لكم يا جماعه والناس المشاهدين والناس اللي يعرفوني شخصيا عارفين كويس جدا مدى صدقي وامانتي في نقل الاحداث. انا لم ولن يضغط علي اي حد في ان انا مثلا اترك الحزب. وناس قالت ان انا جالي مثلا اغواءات من احزاب اخرى، برضو نفس الشيء، ما عنديش اي اغواءات ولا اي حاجه تخليني تكون سبب ان انا ممكن اسيب بيتي او مكاني. ولكن يعني عايز اقول ان الحياه محطات ورؤى. ف يعني انا ممكن اكون ارتقيت. وقبل بس الرؤى دي يا باشمهندس، انا هقطع حديثك بس قبل المحطات. انت تعرف احنا عشنا مع بعض وانا اعلم حبك الشديد لحزب الحريه المصري. عاوزك بس توضح للاخوه اللي هم انت عارف بينتهزوا الفرص، يعني انت ما زلت لحد اللحظه دي ما زلت عضو في حزب الحريه المصري؟ وانا متاكد من داخلك. انا اتشرف ان انا اكون عضو في حزب الحريه عشان المصري، عشان نوضح بس انا اتشرف ان انا اكون عضو في حزب الحريه المصري ده. ولكن انا بتكلم على جزئيه معينه، الاختلاف في وجهات النظر لا يفسد للود قضيه. انا قد يكون في رؤى معينه او وضع معين انا حسيت ان انا مش هقدر استمر من خلاله، فعشان كده اعتذرت، لان انا راجل لازم اكون صادق مع نفسي قبل ما اكون صادق مع الناس. وطالما في ناس وضعت ثقتها فيا فلازم اكون يا اما ادي المسؤوليه وادي الثقه دي الناس اللي انا اقصدهم، يا اما الناس اللي منحوني الثقه او الناس اللي انضموا للحزب من خلالي، فلازم اكون ادي الثقه دي. وانا ارتقيت ان انا من الافضل ان انا ما استمرش في هذا المكان. وانا طبعا قدمت اعتذاري اولا للدكتور صلاح والقائمين على الحزب، وقدمت اعتذاري ثانيا، وده اعتذار مهم جدا للناس اللي كانوا تابعوني او دخلوا. ولكن انا بقول لهم استمروا، وبدعم القاده والقيادات اللي موجوده في الحزب سواء في الداهليه او في الامانه العامه استاذ سيد، وطبعا بدعم الدكتور عبد العال. طبعا احنا الدكتور عبد العال، وبتمنى له التوفيق، وبهني اخويا وصديقي الاستاذ طارق يوسف على عودته من العمره، الف مبروك، ربنا يتقبل منه. وبدعمهم وبدعم الاستاذ علي نصحي امين تنظيم، وطبعا الاستاذ المستشار هلال الشيخ، واتمنى لهم التوفيق. وانا معاهم قلبا وقالبا، وعمري ما تخلى عن حزب الحريه المصري في اي مساعده او اي حاجه اقدر اقوم بها. عزيز طبعا دائق. طبعا احنا قبل اي حاجه احنا بندعس التهاني لمعالي الدكتور عبد العال عبد الرحمن القائم باعمال امين محافظه الدقهليه لحزب الحريه المصري حاليا. قبل ما تبدا يا معالي المستشار هلال، انا شايف التاثر في عينيك، يمكن المشاهدين طبعا شايف تاثر كبير جدا من كلام المهندس طارق في عينيك. اول واحد طبعا عشرته وتعبنا مع بعض كان الباشمهندس طارق، وحقيقه كانت مفاجاه ليا ان هو خد القرار بسرعه. وانا اتكلمنا مع بعض كتير، ولكن هو لديه من الظروف اللي هي بتجعله ما يستمرش مؤقتا في زي ما قال لي بالظبط، وده طبعا بكشفه قدام الجميع، مؤقتا في امانه الحزب، ولكن هو متحفظ ومحتفظ ولن يتنازل عن عضويته لحزب الحريه المصري. ده تصريح على لسانك؟ ده تصريح وقدامه، لان انا بحبه. تصريح انا ما ينفعش بعد هذا المجهود الكبير. لا هو يعني خلينا نترك الامر للايام. وانا انا 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 بعلنها رسميا ان انا مع حزب الحريه المصري قلبا وقالبا، وبحترم الحزب وبحترم كوادره، وهذا يكفي. والدكتور صلاح على راسهم، وانا يعني يكفيني حتى فخرا ان انا انت يا سيد بنت عمدنا ان احنا نجيبه ونطلعه الحلقه. وطبعا مؤخرا يا استاذ هلال مع الدكتور امينه السيده الفاضله دي، يعني انا مش عايز اقول لك ان من اكتر الشخصيات اللي انا حزين لتركي المكان في عدم وجودها، لانها مش مكسب للحزب بس، مكسب للسياسه المصريه بفكرها وامانتها وصدقها في التعامل وفي الكلام. فانا بحييها وبشكرها على تعاونها معانا، وبشكر الدكتور صلاح والقائمين على الحزب، وبتمنى لكم التوفيق ودوام النجاح ان شاء الله يا رب،
واشوف حزب الحريه المصري في دايما في تقدم وفي ازدهار. شكرا لك يا باشمهندس، وانا طبعا انت حبيبنا كلنا والناس كلها بتحبك يا باشمهندس. ربنا يخليك. وسمعت برضه يا استاذ هلال من ضمن الشائعات اللي اتقالت وانا حابب برضه اوضحها للناس، انه بيقولوا ان حصل خلاف ان انا كنت عايز يعني اتكلمت في حته المقعد في مجلس الشعب. لا ما حصلش والكلام ده، ما حصلش. وبناء على كده انا استشفيت ان مش هكون موجود. الكلام ده طبعا ما حصلش اصلا، ومحدش يملك حاليا. لا يملك يعني ما طرحش بالمره مش منصر اصلا، محدش يملك حاليا معلش يعني انه يدي وعود او يطرح مظاهره المعالم مطموسه، والا يبقى سؤالي انا اصلا أنا مش في محله. ده انا سمعت يا مستر محمد ان هو كان جاب في حلقه سابقه انا ما كنتش موجود معاه، يعني اعتقد كان مين اللي كان معاك، وقال لك انت ممنوع انت تظهر تاني في التلفزيون، انت قلت لي حاجه زي كده من بعض الاشاعات. اديك موجود اهو. لا 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 ومعانا، ومحدش يقدر طبعا، انت راجل وطني وراجل مخلص. فطبعا احنا نزلت البوست اللي انت قريته، طبعا الحلقه هي دي النهارده يا مستر محمد لا للشائعات. الحمد لله. يعني اهو الراجل اهو. لكن برضه المستشار محمد معانا في تدشين المجلس. طبعا اسمحوا لي ضيوف الكرام. انا عايز اقول حته بس صغيره كده بمناسبه مجلس الشعب والنواب، يعني علشان انا بعد كده هترك لكم المجال طبعا تتكلموا براحتكم والحلقات اللي بعد كده. لا وما زلت موجود. لا ومستشار لا ياخد راحته قوي من غيري. لا 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 يعني انت موجود، هيقعد على كل كرسي يقعد عليه شويه. لا 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 انت حبيبي يا باشمهندس. ربنا يخليك، ربنا الاعلم طبعا كلكم اخواتي. طبعا انا عندي يعني فكره عايز اطرحها سريعه جدا، واستغل وجود معانا المستشار معانا بخصوص موضوع النواب ومجلس الشعب. لو الفكره دي بناشد الساده القائمين على اتخاذ القرار في قانون مجلس النواب، الفكره دي هتكون في مصلحه المواطن بدرجه اولى، الا وهي انه اي حد اي نائب من حقه ان هو يدخل مجلس النواب عن طريق التعيين او عن طريق القوائم مره واحده بس. يعني ايه مره واحده؟ هقول لحضرتك يعني ايه مره واحده بس. يعني انا النهارده راجل ما كنتش نائب قبل كده، وحضرتك مثلا مش نائب قبل كده، او معالي المستشار حزبك شايف فيك الصلاحيه ان انت تكون نائب كويس، فبينزلك في القايمه بتاعته او على راس القايمه المره دي بقيت نائب. تمام. اللي انا شايفه بقى وبرتقيه انه الدوره اللي جايه اللي بعد كده ما تنزلش في قائمه، تنزل مستقل فردي، الناس الناخبين هم اللي ينجحوك. يبقى الحكم الصندوق. يبقى الحكم الصندوق. انت تاخد فرصه انك تنزل في قائمه او بتعيين او باي شكل من الاشكال فرصه مره واحده بس، لان الناس لسه ما عرفتكش وما قدمتش خدمات. هو طبعا من خلال ما تكون نائب، واللي انا بقوله ده هيخلي ايه بقى يا معالي المستشار؟ هيخلي النائب مجرد ما يقعد على الكرسي يبقى همه الشاغل ازاي يقدر ينجح الدوره اللي بعدها من خلال الصندوق. مش هيفضل الدوره بتاعته بيجري ازاي ان هو يجي في القايمه المره اللي بعدها. ده موضوع كبير يا باشمهندس. ما هي فكره مجرد موضوع. احنا لسه بنقول الاوائل، دي مجرد الفردي. فكره لا دي هتكون في صالح المواطن، لان في الحاله دي يا سعاده المستشار انا لما ابقى نائب هقعد الدوره بتاعتي كلها اخدم في الناس وفي دايرتي وفي مصالحهم، عشان هبقى ضامن ان المره الجايه ينجحوني. لكن لو انا نزلت الدوره وانا كل سعي وهمي ان انا اجي ازاي في القايمه المره اللي بعدها مش هلتفت لاهل بلدي. كلام هام جدا مهندس طارق. اسمحوا لي ضيوف الكرام نخرج لفاصل وناخد النشره المصوره لحزب الحريه المصري اللي اعتدنا دايما تقديمها في حلقات الحريه المصري. خلينا نخرج فاصل قصير وناخد النشره المصوره لاهم ما تم انجازه لحزب الحريه المصري خلال الفتره الماضيه في الاسبوع. المستشار هلال متقمص دور المذيع يعني ممكن. لا يا حبيبي لا لا بس عشان اوضح مشاهدينا الكرام، خلينا نخرج فاصل ونرجع مره ثانيه ونشوف مع بعض نشره الحريه المصري. We'll be right back.
مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم في حلقة الليلة من الحرية مسؤولية، ونكرر التهنئة لجنود مصر والشرطة المصرية بالعيد 68 بمناسبة أعياد الشرطة وذكرى الحدث العظيم بقيادة فؤاد باشا سراج الدين وزير الداخلية آنذاك. أكرر الترحيب بضيفي معالي المستشار هلال الشيخ أمين مساعد حزب الحرية المصري بالداخلية، وأستقبل ضيفي الشيخ محمد راشد منسق قبيلة الرشايدة بالوادي الجديد وأحد منظمي حدث اليوم الذي تم بإبهار الجميع في استاد القاهرة، وكذلك نجدد الترحيب بمعالي المستشار محمد مبارك الرشيدي مؤسس المجلس القومي أو أحد مؤسسي المجلس القومي لشؤون القبائل والعائلات المصرية والمشرف على ما حدث اليوم من إبهار عظيم في استاد القاهرة. وبنخلص الشكر للمهندس طارق عبده اللي انسحب من الفقرة الأولى، وإن شاء الله يكمل معنا بعد كده، هو يعني هنضغط نكمل إن شاء الله في الحلقات اللي جاية للمهندس طارق عبده بإذن الله. خلينا نبدأ مع المستشار محمد مبارك الرشيدي. يعني إيه المجلس القومي لشؤون القبائل والعائلات المصرية، واللي عمل حدث النهاردة بتدشينه أصبح حالة فعل؟ اتفضل يا معالي المستشار. بداية أحيي سعادتك على برنامج طيب، وأحيي سعادة المستشار، وأحيي السادة الضيوف والسادة المشاهدين. وبداية نترحم على شهداء الوطن من الجيش والشرطة، ونهنئ الشرطة المصرية في عيدها 68. وكان اليوم المجلس القومي لشؤون القبائل المصرية بعث رسالة حب إلى الوطن من خلال المؤتمر الحاشد اليوم في استاد القاهرة. هذه الرسالة مفادها أن أبناء الوطن جميعا شمالا وجنوبا وغربا وشرقا كلهم جميعا يد واحدة، مصرنا واحدة، وكلنا تحت قيادة سياسية كلنا نحبها ونجلها، الرئيس عبد الفتاح السيسي. واليوم كان بداية لأول فعاليات للمجلس القومي لشؤون القبائل المصرية. وبهذه المناسبة أستأذنك أحيي الشيخ كامل مطر، يعتبر المؤسس الأصلي في المجلس القومي لشؤون القبائل المصرية، والسادة المنسقين الذين أبهروا العالم بالتنسيق واكتمال هذا الحفل. 250 ألف بهذه الحالة، وكانت احتفالية رائعة تناقلتها كل وسائل الإعلام طبعا. فهذه الاحتفالية لمصر وفي عيد الشرطة نقدمها من أبناء القبائل إلى أهلنا في مصر الحبيبة. حابين معانا المستشار نعرف الناس ونعرف مشاهدينا يعني ايه المجلس القومي لشؤون القبائل العربيه والعائلات المصريه، وهيكون دوره ايه، وهيقدر يقدم ايه للمجتمع المصري. المجلس القومي لشؤون القبائل والعائلات المصريه دي حضرتك من 2011 واحنا القبائل العربيه بدات تعمل تجمعات قبليه، واسسنا الاول المجلس الاعلى لشؤون القبائل العربيه، وبعدها مجلس الشباب، ولكن اجتمعت جميعها وتكتلت تحت مسمى واحد اللي هو المجلس القومي لشؤون القبائل المصرية. والهدف الأسمى منه ان احنا بنساعد الدولة في انها توفر خدماتها لكل المواطنين. نسعى لفكر الدولة ومحاربة الإرهاب، خاصة وأن أبناء القبائل كما تعلم لهم دور هام جدا في محاربة الإرهاب طبعا. ليس دور هام فقط، ولكن يتواجدون على كل الحدود، نحن عين مصر الساهرة في كل الحدود الغربية والجنوبية والشرقية، نرى ما لا يراه أخواننا في الحضر، لأن مصر حاليا يعني تحاك بمخاطر كبيرة من الغرب والجنوب، وهنالك أيدي خبيثة تريد أن تنال من مصر، ولكن هيهات. نقول لهم أبناء القبائل المصرية يقفون بالمرصاد لكم. نقول اليوم أن أبناء القبائل في مصر والذين حضروا من غرب مصر من مطروح هم أخوة أشقاء لأهلنا القبائل في شرق ليبيا، بمعنى أن الحد الغربي لمصر والحد الشرقي ليبيا قبائل واحدة، قبائل متماسكة اليوم. رسالة هامة جدا. نعم، أضف لذلك أن قبائل الجنوب اليوم عندما تحضر قبائل الرشايدة والبشارية والعبابدة من الجنوب، وهم لهم أيضا أهل في السودان في الحد الجنوبي في شمال السودان، نقول هذه رسالة تقول أن قبائل مصر جميعها وحضرها وعائلاتها كلها تقف مع الدولة وتساندها بكل ما تملك من
امكانيات. اضف لذلك الهدف ان ابناء القبائل العربيه كما ذكرت انهم يتواجدون في كل الحدود يرون ما تقوم به الدوله من بناء حقيقي صراحه، وايضا يرون ما تحاك له الدوله من مخاطر. فالدوله حقيقه تقوم باعمال بناء هامه في بناء مصر حقيقة فيما يتعلق بالزراعة والطرق وما شابه ذلك. كل هذا نريد رسالة أن نبعثها، أن أبناء القبائل يوجهون الشكر للقيادة السياسية ويدعمونها. خليني أنتقل للشيخ محمد راشد، وأنت أو حضرتك كنت النهاردة أحد المنظمين أو الموجود أحد لجنة التنظيم داخل الاستاد، عاوزك تحدثني بقى، لأن أنت كنت لامس الأجواء، شايف الأجواء، التنظيم تم إزاي؟ وزي ما قلنا في المقدمة إن ما كانش فيه ولا فرد شرطة واحد داخل الاستاد. تمام. هو حضرتك يعني زي ما شفتوا الأجواء كلها هادية، وفي حب وفي أخاء بين جميع القبائل وبين العائلات المصرية، وإحنا يعني بنأدي رسالة للعالم، العالم أجمع، إن مصر آمنة ومصر في أخاء وفي حب. وبدي تحية للرجال الشرطة العظماء اللي هم برضو يعني شجع عيدهم القومي، خد بال حضرتك. ودلوقتي احنا المشهد كان رهيب والأداء كان رائع والتنظيم كان رائع، ومصر بتقول العالم أجمع إن مصر آمنة، مصر قوية، مصر صاربة بجيشها ورجال الشرطة، وتحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو عين الوطن في كل مكان. وإحنا يعني الدول اللي حوالينا، الناس شايفة إن الدول اللي حوالينا خلاص يعني راحت، وكلها في حروب، كلها في نزاع وقتال ودماء تراق. مصر أمنة ومصر تحيا مصر. واحنا ساعتك يعني النهارده 250 الف واحد، 250 الف واحد متواجدين في مكان واحد، وتمر الاحتفاليه، ده شيء طبعا للمصريين، ده نجاح للمصريين بالمناسبه، تنظيم نظام انفسهم، مش نجاح للمجلس فقط ولكن نجاح لكل المصريين. هذه المشاهد دي من ساعات قليله رساله، نعم نعم، رساله ان مصر بخير ومصر امنه. وأضف لذلك أن نجاح المؤتمر دي رسالة أيضا لأعداء الوطن اللي هم بيشككوا في كل ما هو إيجابي في مصر. عضو المستشار هلال الشيخ، مستشار هلال، برؤيتك السياسية والمجتمعية شايف المشهد اللي احنا شايفينه مع بعض على الشاشة ده إزاي في الساعات الماضية؟ لا، هو قبل المشهد بس طبعا برحب بك يا سيد بيه ومستشار محمد والأخ الفاضل. اسمح لي بس في البداية إن أنا من منبر الحرية المصري أنا ببعث تحية إجلال واعتزاز للشرطة المصرية، قيادات الشرطة المصرية كلها وضباط وجنود. الناس دي السهرانة والناس دي اللي عملت معاكم طبعا طبعا حقيقة، يعني لا يعني بداية من أيام من 68، نعم، يعني من أيام اللواء محمد نجيب، نعم، رئيس الجمهورية، بدأ الاحتفال بالشرطة المصرية يمكن من بداية كده من 2011 حتى 2015. الشعب المصري يعني نسي شوية الاحتفال بالشرطة المصرية، ولكن النهاردة رسالة قوية جدا. طبعا الرئيس السيسي، كل الرؤساء تقريبا احتفلوا وكانوا بيحتفلوا بأعياد الشرطة، ولكن السيسي الراجل ابن البلد احتفل بطريقه خاصه لما راح، لو انتم متذكرين معايا، اكاديميه الشرطه، وقف وقال اليوم ده يوم مش عادي يعني. والنهارده برضو مع السيد الرئيس السيسي، بجد رساله قويه جدا، واحنا من قلب الحدث ومن منبر الحريه المصري، او انتوا طالعين تقريبا بقالكم حاجه بسيطه يعني، نعم لسه النهارده واحنا بنفتخر بصراحه باللي حصل. لا ده وده رساله للعالم كله، اسود القبائل المصريه اثبتت. وما كانش الاحتفاليه مقتصره على القبائل العربيه فقط، طبعا كل العائلات، طبعا كل العائلات. ساعات الاستشاره احنا من ضمن اهداف المجلس ان احنا بنبرز دور المجاهدين
المجاهدين واللي لهم دور في تاريخ مصر من أبناء القبائل وأبناء الحضر علشان يكون نبراس للشباب في حب الوطن ده في حب تفرح. الوطن يعني ده لكن أنا قبل ما أبدأ معاكم بس يعني برضو عشان المشاهد يعرف انتوا بتمثلوا ايه لكم مثلا، هل الاجهزه كانت على اتصال بيكم وكان لها دور النهارده في هذا الحشد الجميل اللي احنا شفناه، ولا فعلا القبائل المصريه كده؟ يعني ازاي الطريقه، انا عاوز ابين للناس الطريقه اللي اتجمعنا بيها بالحب ده والجمال ده. نعم يعني نعم. وراكم مثلا مؤسسات ولا يعني انا اللي اعرفه طريقه الحشد اعتقد النائب لا معلش يا سيد اعتقد ان النائب السيد محمود الشريف معاكم والنائب محمود الوهدان بس حاضر بصفته عن قبيله الاشراف اليوم، وحتى ذكرها في كلمته قال انا ممثل قبيله الاشراف احدى القبائل العربيه. لا يعني هو النائب اعتقد النائب الاول النائب الاول مجلس النواب وطبعا سليمان بيه وهدان ده النائب الثاني. فعاوز اشوف دور الناس دي معاكم ايه وازاي بتتفاعلوا، لان انا يعني برضو من منظور سياسي لو ان العائلات المصريه كلها او العائلات العربيه تجمعت وعرفنا نتحكم هنقضي على الارهاب اللي هو ممكن يطلع كده من كل اسره، فلما نكون على ترابط وحاجه جميله اعتقد دي لسه تحت التاسيس. نعم ولا اسست؟ لا تحت التاسيس. تحت التاسيس. حضرتك لمست موضوع هام جدا. اتفضل. اسمح لي معالي المستشار قبل ان نبدا الحديث من سؤال المستشار هلال الشيخ، خلوني استقبل ضيفي على الهاتف دكتور عبد العال عبد الرحمن القائم باعمال امين حزب الحريه المصري بالدقهليه. اهلا بحضرتك والف مبروك يا فندم. الله يخليك، مساء الخير وتحياتي للجميع لاسره البرنامج ولحضرتك استاذ سيد بيه، كل سنه وحضراتكم طيبين وضيوفك الكرام. اهلا بحضرتك يا دكتور عبد العال، احنا بنبعث لحضرتك تهنئتنا الخاصه طبعا. وتهنئه اسره البرنامج وتهنئه المشاهدين عموما يا فندم. اشكرك استاذ سيد وكل سنه وحضراتكم طيبين وتحياتي لضيوفك الكرام الاستاذ هلال بيه الشيخ والمستشار محمد مبارك المصري. يا اهلا والف مبروك يا سعاده المبشر. كل الناس تبارك لك طبعا كقائم بالاعمال يا دكتور عبد العال، ولكن انا عاوزك كده تطمني على امانه الدقهليه، وعاوزينها تكون او هي ما زالت رقم واحد وان شاء الله هتفضل رقم واحد يا دكتور عبد العال. قول لي كده ان شاء الله عندك ايه مع المستشار. في البدايه اولا اوجه التهنئه باسمي وباسم كل الزملاء في امانه محافظه الدقهليه حريه مصري للسيد اللواء معالي وزير الداخليه والساده القيادات الداخليه وضباط وجنود الشرطه المصريه، رمز العطاء ورمز التضحيه الاول. وبالنسبه ايضا امانه حزب الحريه المصري الداخليه، اسمح لي برضو بوجه الشكر والتقدير لاخي وصديقي المهندس طارق عبده على الفتره الجميله اللي قضاها معانا وجسد فيها العطاء والحب لهذا الحزب، وبنشكره ودائما الحياه كما قال طارق بيه عبده محطات، ونتمنى له دائما التوفيق. وبقول له باشمهندس طارق الحزب في دهنيه يفتح ذراعيه للجميع، ودائما نحن جنبا الى جنب من اجل استكمال مبادئ واهداف الحزب. اما مع المستشار هلال حضرتك ان شاء الله احنا في المرحله الراهنه الامانه بخير بفضل جهود المخلصين والمحبين والمتمسكين باهداف ومبادئ الحريه المصري اللي تعلمنا فيها ازاي نكون جنبا الى جنب مع المواطن المصري في همومه ومشاكله من اجل خدمه اجندتنا الوطنيه اللي بتؤمن بثوابت الدوله الوطنيه، ودايما بترعى في هذه المسيره مسيره فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي البناء ومرحله البناء والعطاء. انت شخصيه محترمه يا دكتور عبد العال. شكرا جزيلا دكتور. وطبعا احنا ما زلنا بنطالب حضرتك بالكثير، لان طبعا العيون علينا وانت شايف اللي حوالينا، وهنبقى لنا كلام بعد ان شاء الله. طب ده في الامانه حضرتك تقول في الامانه. اشكرك بس على هوا عشان الكل يعرف. اشكرك شكرا جزيلا دكتور عبد العال عبد الرحمن القائم باعمال امين حزب الحريه المصري بالدقهليه. اعود مره اخرى السؤال اللي كان بيسال حضرتك معالي المستشار هلال الشيخ. ساعات المستشار لمس يعني دور التنظيم عموما والدوله جزئيه مهمه جدا. اولا احنا طبعا لا نعمل في الخفاء، نعمل في العلن، وكل الاجهزه السياديه تعلم ماذا نفعل. لكن موضوع كيف نتواصل فده حضرتك باعتباركم في حزب الحريه المصري ده حزب من الاحزاب اللي احنا حزب جنبا الى جنب الى الدوله،
كلنا حياتنا في السيسي وحياتنا في مؤسسة الدولة ما احناش لا 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 المداخلة الاعتراضية انا عاوز اوضح لك انا عاوز اوضح لك بس علشان زي الحزب حضرتك ما عندك رئيس حزب وامين عام وامناء وامناء تنظيم في كل المراكز القبيلة حضرتك نفس الشيء حضرتك لما يعني نعمل اجتماع مع شيخ القبيلة وشيوخ القبيلة وعلى شيء معين على الفور يقوم بنشر الخبر في قبيلتهم في أماكنهم وبالتبعية تابعيهم بيوصلوا الخبر ففي سهولة في تمرير المعلومة وتلبية الطلبات لما حضرتك احنا ده اسهل ما يمكن نحن نعمل مثلا اجتماع او مؤتمر او شيء بين ابناء القبائل ده شيء سهل جدا ليه لان حضرتك ابناء القبيله مترابطين مجرد ما يوصل لهم خبر من شيخ القبيله او منسق المجلس فبناء عليه فبيتم تلبيه الدعوه وحضرتك زي ما احنا حضرتك اشرت ان النهارده شوف حضرتك 250 الف من كل المحافظات مصر حضروا والحمد لله رب العالمين بسيت الرعب بسيت الرعب في العدو مفيش رعب فرحان. لا مفيش رعب لا لا لا, لا, لا احنا لا ده احنا كان بالظبط احنا بنقول برساله معناها قوه الحمد. القبائل حضرتك في مصر ومدى تاثيرها ومدى وجودها ومدى تواجدها واستطاعتها اسمح لي نستقبل المداخله الهاتفيه من الاستاذ طارق يوسف امين التنظيم بحزب الحريه المصري بالدهليه اهلا بحضرتك يا فندم اهلا سيدي بيبلغوني في الكنترول بعوده حضرتك من العمره حالا فعمره مقبوله ان شاء الله يا طارق بيه ربنا يبارك فيك يا فندم ربنا يخليك ونهنئ على حضرتك على منصب امين التنظيم الله يبارك فيك الله يبارك فيك يا سيدي الله يخليك الف مبروك يا باشمهندس الله يخليك بنمسي على حضرتك عمره مقبوله عمره مقبوله يا طارق بيه ربنا يخليك عمره مقبوله يا طارق بيه جبت السبح معاك ولا ما جبتش يا جمال المستشار تحياتي لمعاليك يا باشا موجود كل حاجه ان شاء الله أيوة. موجوده تحياتي لمعاليك والسيد بيه وسمو الشيخ محمد راشد معالي المستشار محمد مبارك الرشيدي تحياتي لكم وبشكرهم الحمد لله بالسلامه حدث الجلل حدث الجلل اللي عملوه النهارده بجد حاجه مفرحه ومريحه وبشكرهم كمان على انهم اتاحوا الفرصه لينا كحزب الحريه المصري ان احنا نشارك بامانه الشباب في هذا الحدث الجلل كلنا مصريين طبعا ممتازه ان شاء الله كلنا مصريين طبعا الدنيا طبعا احنا احب اطمنك معالي المستشار هلال بيه حزب الحريه امانه الدقهليه قويه جدا 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 انا عارف انك انت شعلة نشاط ان شاء الله وربنا معانا ربنا يخليك يا باشا لا يمكن الحياه السياسيه في مصر طبعا حضرتك عمرها ما هتنتشر وهتكبر الا بوجود احزاب قويه اعتقد ان حزب الحريه المصري من ضمن القله القليله من الاحزاب القويه في مصر الدليل طبعا على قوه الحزب ده ان في احزاب سياسيه بتسعى كتير بالاخص في الدقهليه انها تاخد كوادر من عندنا الكوادر طبعا حزب الحريه كوادر مؤهله تم اقتنائها واختيارها ما تفتحش الملف ده يا طارق بيه طبعا نعم. اللي هو بتسعى تاخد ده واللي بيروح معاهم ده احنا بنقوله مع السلامه مع الف سلامه مع الف سلامه احنا قادرين ما نطرقش الحديث ده احنا قادرين ان احنا نخوض التجربه طبعا ده احنا مفتوح من الجنبين اللي عايز يدخل اهلا وسهلا اللي عايز يخرج ايوه ايوه وبالتوفيق صح. احنا هنا قدام امرين طبعا ان الامر الاولاني مشكك فيه طبعا ان حزب الحريه فيه كوادر كتير شديده ومؤهله كوادر بكل ما تحمل الكلمه بمعنى الامر الثاني ان امانه الدقهليه الحزب اعتقد ان هي عامله صداع لبعض الاحزاب بالظبط كده من يتوهم انه سيقصي حزب الحريه المصري امانه الدقهليه من الدقهليه فهو واهم واهم لن ينهار حزب الحريه المصري مهما غادر منه اي حد برافو عليك يا طارق بيه والحماس الجميل ده والحماس انا بحييك عليه بحييك عليه اشكر بس ان احنا بعد اذن معاليك احنا عندنا 25 مركز وقسم في الدقهليه احنا الحمد لله تخطينا قربنا على تقفيلهم ان شاء الله باذن الله عندنا 520 وحده حزبيه ان شاء الله وقرويه ان شاء الله قريب العاجل جدا واكبر من كده واكبر من كده ان احنا بنحب بعض وايدينا في ايدين بعض يا طارق بيه وطول ما الحب ده موجود صدقني ما حدش هيقدر يخش بينا ان شاء الله اشكرك شكرا جزيلا الاستاذ طارق يوسف امين التنظيم بحزب الحريه المصري بالدقهليه وعود مره اخرى لضيفي المستشار محمد مبارك الرشيدي مع المستشار تدشين المجلس في هذا الوقت خلى ناس كتير تتكلم او بعض الكلام اللي شفناه في الفتره الاخيره مع بدايه الاعلان ان هيكون في حدث كبير في استاد القاهره من مجلس قومي لشؤون القبائل والعائلات المصريه ان طمع فيما هو قادم من مكاسب سياسيه واستحقاقات سياسيه حضرتك ترد على ده ازاي اولا بالنسبه لحضرتك للمجلس المجلس ده حضرتك من 2011 بدا تاسيسه
وبالنسبه لا لا بالنسبه لاحتفاليه التكشين التوقيت بالذات احتفاليه التكشين ده حضرتك دي اتت مصادفه لاحتفالات الدوله ب 25 يناير وعيد الشرطه، وده كان حدث بالنسبه لنا كان يهمنا ان احنا طبعا نشارك فيه ابناء القبائل والعائلات المصريه، لكن لازم نؤكد ان هذا المجلس ليس مسيس بالمره ولا دخل له بالسياسه، رغم انه يحوي على قامات كبيره من السياسيين الا انه لا يتدخل في العمليه السياسيه وليس له علاقه بالعمليه الانتخابيه طبعا زي ما بتكلم المصري نهائيا، بالرغم ان حضرتك زي ما اكدت حضرتك ولكن انبثق منه في الفتره الاخيره من 2011 حتى هذه اللحظه انبثق منه عده كيانات كان لها استحقاقات سياسيه. لا ده لا يمنع ده لا يمنع ان يكون لا يمنع ان يكون مؤسسين مجلس او اعضائه ان هم يكون ناس سياسيين او نواب. انا عندي حضرتك اليوم كان حاضر معنا السيد محمود الشريف ده النائب الاول لا لا الحق النواب السياسي ده مكفول ده مكفول ده حضرتك لكن بالدستور لكن لا يؤخذ المجلس القومي لشؤون القبائل المصريه في اتجاهات سياسيه او يعني ما تميلوش كده مع حد يعني، لان حضرتك اليوم كل القبائل اغلبها مشتركين قد من حزب الحريه المصري معاك احنا من ابناء القبائل معاك معانا طبعا العربي وحزب كل الاحزاب كل الاحزاب السياسيه اليوم كانت موجوده، لكن كانوا حاضرين بصفاتهم الشخصيه وليس حاضرين بصفه حزبيه، وده هنا تصور التفرقه. ما فيش مكاسب سياسيه النهارده لاي كلنا أحد حاضر. كلنا يا معالي المستشار شوف الراجل الطيب اللي جنبك ده تحت العلم ده نعم كلنا ما فيش فرق نعم مصر بسم الله نعم اكبر عليه ومنورنا ومشرفنا على مصر لا يعني ايه حبك شوف بسم الله ما شاء الله انت جاي متمسك بيمثل لك ايه ده يعني سؤال كده بيمثل لي كل شيء كل شيء واحنا كلنا واحد يعني اقباط ومسلمين كلنا عاوز رساله كده قويه احنا تحت مظله العلم المصري ده الله ينور احنا كلنا تحت المظله دي هي اللي حاميانا وهي اللي راعيانا والعالم كله عارف ان العالم المصري ده ليه كيانه وواضح وضوح الشمس ونقول وعالي ونقول ونقول للمتربصين بالدوله دي ايه نقول لهم كيدهم في نحرهم الله اكبر لا لا خلاص يعني لا اليوم رساله طبعا رساله بتاعت النهارده ما فيش اثبتت للعالم كله انا فخور إن بجد يعني جمهوريه مصر العربيه كيان واحد وفرد واحد لسان واحد بيتكلم بالشعب المصري كله لا ازيدك من الشعر باعداء الوطن بالمناسبه اعداء الوطن الاحتفاليه اللي بهرت العالم اليوم طبعا بلا شك دي ذبحه صدريه هي بالنسبه لهم هي مقصوده تتعمل في الوقت ده نعم نعم يعني لها هدف طبعا عيد الشرطه طبعا دي رساله حضرتك لازم احنا ابناء الوطن نؤديها للوطن بان احنا يوم عيد الشرطه ويوم الاحتفال ب 25 يناير ان احنا نقول رسالة أن مصر كلها واحدة أبناء القبائل وأبناء الحضر وأبناء العائلات اليوم حضرنا في استاد القاهرة كلنا في مكان واحد فده ما دي رسالة سعادتك بس قولا واحدا بقى وباخدها إقرار منك نهائيا قولا واحدا كده مفيش حد معين هو اللي داعي أو هو اللي عامل الأحزاب كلها مشتركة كل الكيانات القبائل كل كلها بس علشان الشائعات برضه احنا في حلقة النهاردة ما فيش سعادتك احنا من قلب الحدث مفيش أحزاب مسيطرة على الحدث وما فيش كيانات مسيطرة ده أبناء قبائل وأبناء العائلات بالزبط. هم حضرتك اللي حضروا ودول حضرتك مشتركين في كل الأحزاب المصرية الله اليوم الله كانت عليك. السياسة كلها في الاجتماع اليوم ما كانش لكن المجلس من ضمن أهدافه يبتعد تماما عن السياسه هم جميع المحافظات جايين في حب مصر في حب مصر في حب مصر كلنا واحد في حب مصر وبنأدي رساله ان احنا ده اكيد لم ترفع لافته واحده لاي حزب او كيان لا 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 وده سعادتك احنا اليوم ما كانش زي حضرتك دعوه من حزب علشان مكاسب سياسيه لان حضرتك الاحزاب مع احترامي لكل الاحزاب انها بتدعو في وده حقها ده حق لا حق الاحزاب حق الحزب حق حزب الحريه المصري ان هو يدعو ان كل اعضائه ان هم يكونوا في قائمه واحده وان يدعموها وان هو يدعم اعضائه وحزبه لكن كل الاحزاب واحده بالمناسبه انا امين عام لحزب سياسي في مصر انا امين عام للحزب العربي للعدل والمساواه ده حزب سياسي في مصر قائم ودخلنا من 2011 لكن ما ذكرتش هذه الصفه الحزبيه اليوم الا حضرتك لما تتكلم من ادبك واحترام نعم لا ده حتى افتخر بحزبك نعم وده شيء جميل نعم انا بقول بس لان في شعب بتطلع كده احيانا لما يكون حدث كبير تيجي تلاقي بعض الاحزاب
تقول ده احنا ورا القصه دي. لا 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 تعالى مستشار عمال بيتكلم من بعيد بعيد عايز اقول صراحه ما تقولش صراحه اتكلم حضرتك معلش لا لا لو كان عندك شيء انا رد انا بستغل الموقف ده وبقول حب مصر ما حدش يزيد عليه استحاله لا الوطنيه لكل الاحزاب كذب اي حزب كذب كذب اي حزب ان أيوة. هو يقول النهارده الاحتفاليه ان هو دعمها وانا بضم صوت لصوتك وبقول ان الاحزاب كلها وطنيه وبتحب السيسي وكلها ورا السيسي بالظبط نعم لان الراجل ده ما تاخرش عن اي حد ومفيش حاجه اسمها حزب حاكم نعم مفيش حاجه اسمها حزب حاكم تاكد عليه سياده الرئيس كتير وحتى طبعا. في لكن احنا نؤكد ان احنا خلف السيد الرئيس كلنا وخلف الدوله المصريه وروحنا وبدمنا ندعم كل الدوله وكل مشروعاتها وروحنا وبدمنا حضرتك احنا من ابناء القبائل معلش حضرتك ان احنا لما نتكلم على دور الدوله حاليا انت تعرف اللبس اللي انتوا لابسينه ده بيدي فرحه للمصريين يبسط هويه ما احنا بنمثل ان احنا كان رجعيتنا واصلنا كلنا كده فانا بدي بفتخر لما بشوف اللبس ده لا ده في حاجه طالما حضرتك بكلمك جد والله لا ده في حاجه حضرتك معلش كان انا لما كل لبس معلش بعض الشباب يعني بقول لك في سي اعتبروني اعتبروني خليجي لا ده انا عاوز حضرتك طالما حضرتك كلمت وحزب المصري معلش يتبنى هذه طبعا ان في ماده التربيه الاجتماعيه او الوطنيه في للتلاميذ الصغار انه ينشر ان هذا اللبس خاص مثلا بابناء سيناء والشرق واليوم مثلا حضر ممثل مطروح لابس الشنه المغربيه والجرد اللي هو الليبي فانت لو شافه شخص عادي يقول لك ده ليبي ولو شافني حد يقول لا ده احنا عاوزين حضرتك نقول ان مصر باعتبارها ام الدنيا تحوي فيها قبائل بيلبس اللبس لبس اهل الخليج وان في الغرب اخواننا اللي هم اشقاء لإخواننا القبائل في ليبيا اللي دول مصريين وفي الجنوب لما حضرتك يلبس أبناء البشرية معلش جزئية صغيرة بس الاستدارية والعمة اللي هي شبيهة باللبس السوداني أبناء قبائلنا العباب دول البشرية فإحنا مصر دي أم الدنيا ولازم حضرتك أهلنا والحضر كلهم يعلموا هذا حوار شيق جدا مع حضرتك معالي المستشار محمد مبارك الرشيدي احد مؤسسي المجلس القومي لشؤون القبائل والعائلات المصريه اللي شرفني النهارده في حدث يعني ابهر العالم وبتنظيمه وبقوته وبالاداء القوي اللي تم النهارده انا نظرا لنهايه البرنامج وانتهى وقتنا انا لا يسعني ان اشكر حضرتك واهنئ تدشين المجلس القومي وان شاء الله موفقين والعديد من الفعاليات النجاح باذن الله ايضا اكرر شكري للشيخ محمد راشد منسق قبيله الرشايده بالواد الجديد واحد منظمي حدث اليوم الجميل انا بشكرك وبهنيك جدا على نجاح الحدث واخيرا اشكر ضيفي المستشار هلال الشيخ المشاغب دائما معي في الحلقه بس حضراتكم كمشاهدين اتعودتوا عليه يعني واشكر ضيفي ان شاء الله يتكرر وجوده معانا في الحلقات اللي جايه من الحريه المسؤوليه ان كان لنا عمر ان شاء الله المهندس طارق عبده الذي اصبح الان احد اهم القيادات السياسيه في الدقهليه مشاهدينا الكرام وشكري لحضراتكم موصول وشكري لرجال الشرطه وتهنئه بعيدهم 68 ورحمه الله على قائد هذه المعركه فؤاد باشا سراج الدين مشاهدينا الكرام كانت هذه حلقه الليله من الحريه مسؤوليه انتظرونا في حلقات قادمه ان شاء الله.